ميسان، أجمل شيء إنه نبدأ يومنا بالابتسامة، خصوصي الابتسامة المشرقة والضحكة الجذابة، من أبرز أسرار الجمال يلي بتكون لهيئة الضحكة، لذلك فهي الهدف الدائم لنا. واليوم مع الدكتور محمد الشيشكلي الأخصائي في مجال علاج الأسنان وتجميلها، رح نتعرف سوا كيف ممكن نقدر نحافظ على هيدا الابتسامة البراقة بعيد عن التشوهات والعيوب سواء باللون أو التركيب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. دكتور، يمكن هي صارت الشغل الشاغل هلا الكل، أنه إناث وذكور بيسعوا دائما لأنه هن يحافظوا على ابتسامة حلوة، صح، وأنه يبيضوا أسنانه دائما، كل عالم ده أسنانه بيضاء. شو هي أبرز طرق التجميل حاليا للأسنان؟ هلا أبرز طرق تجميل الأسنان هي الطرق القديمة اللي تطورت شوي لهلا، اللي هي أبرز القشور الخزفية، أو خلينا نقول الفينيرز واللومينيرز وهالتسميات كلها المختلفة. بشكل عام هي طريقة تقريبا واحدة، أو هي تحت مسمى واحد اللي هو أو الشائع عند العالم اللي هو الهوليوود سمايل، بعدد من الطرق اللي مثل الفينيرز اللومينيرز تيجان الإيماكس وغيرها. تمام. يعني دكتور، دائما بمجال الأسنان عم نشوف هلا بالفترة الأخيرة تطورات كتير كبيرة، صح، آخر سرعات الموضة خصوصي للأسنان. يعني قديش يعني أنتو كدكاترة أسنان بتواكبوا هيدا التطورات، وشو بتنصحوا يعني بغض النظر ما دائما الموضة هي لازم تكون 100%، صح؟ أكيد. فأنتوا كدكاترة كيف وجهة نظركم لهذا الموضوع؟ هلا المشكلة بأغلب مرضى تجميل الأسنان إنه هن أخذين فكرة مسبقة، يعني أو هن عم يلحقوا حدا معين اللي هو شخص مشهور أو فنان أو مطربة أو أو أو، فمريض أو ما فينا نقول له نحن حتى مريض، لأنه أغلب اللي بيزوروا عيادات تجميل الأسنان غالبا ما عندهم مشكلة سنية، يعني هن جايين لحتى يجملوا أسنانهم، فنحن من هذا بنقول له الإلكتيف بيشنت، أو يعني هو المريض اللي ما هو مريض فعليا، فهو جاي يطلب شيء معين أو حاطط براسه شيء معين. هلا فكرة الطبيب دائما إنه هو يوعي مريضه، يعني نحن ممكن لأي مرحلة نوصل معك بشيء حلو صحي، يعني نحن دائما أساسنا هو صحة اللثة، صحة الفم، صحة الأسنان، قبل ما نحن نروح على شيء حلو وأبيض وتجميلي وهذا الحكي كله. نعم. فدائما يعني للأسف مو دائما فيك تقنعي أو تفرضي على المريض رأيي، بس بالنهاية يعني لازم نحن نكون تشاركية تمام بين المريض وبين الطبيب. دكتور، كتير في ناس بتتساءل إنه عن سلبيات تجميل الأسنان، وخصيصا إذا نحن مو بس عملنا تبييض عادي، إذا لجأنا للفينير أو اللومينير، إنه شو هي السلبيات يلي ممكن تصير من وراء هالشيء، أو هل شيء دائما كل عالم تسأل إنه يا ترى رح يضعفوا أسناني أنا إذا عملت هذا التجميل؟ هلا الاتجاه أصلا بتجميل الأسنان حاليا هو برد أقل ما يمكن من النسج السنية السليمة، وهو الصيحة أو الصرعة هلا بعالم تجميل الأسنان. نحن كيف عم نحافظ على بنية الأسنان سليمة قدر الإمكان؟ يعني نحن حاليا عم نبرد تقريبا 3 دوزيام أو 0.3 مليمتر. هلا مساوئ تجميل الأسنان إنه بالنهاية نحن بردنا شيء ما لازم ينبرد قد ما كانت الطبقة بسيطة. وبرجع بقول لك يعني المينا هو عضو ما بيتكرر بالجسم أو ما بيرجع بيطلع بالجسم، فهو نحن بالنهاية عم نخسر شيء ما لازم نخسره. كمساوئ تانية إنه نحن مثلا ممكن أحيانا التطبيق السيء ل يعني مو هو تجميل الأسنان، نحن أي علاج بالعيادة السنية سواء كان تجميلي أو عصب أو غيره، طالما هو عم يتطبق بالأصول السليمة وبأيدي خبيرة فهو ما في خوف منه. التطبيق السيء غالبا هو اللي بيكون سبب المشاكل بتجميل الأسنان. تمام. بما أنه نحن فتنا بمجال السلبيات والسماح بفتنا بمجال الإيجابيات، أحياناً بمر عليك كتير حالات بسبب الموضة أنه بدون لو أسنانهم جميلة أو مقبولة أو طبيعية، فهنين ببادروا أنه يعملوا له فينير، صح، خلينا نقول هذا اللي بيؤدي للبرد اللي كنت عم تحكي عنه. فأنت كطبيب لأي حد ممكن توصل مع المريض اللي بتسموه مريض لأنه لا، أنه ممكن يكون شغلات تانية تعتني بأسنانك بلا ما تلجأ لهيدا الأمور؟ هلأ ليكي نحن مريض التجميل أنا دائما بقول له أنه هو قرار، يعني أنت مو جاية بس أو ليش جاية تعمل تجميل، يعني نحن نشوف خلفيته، عرفتي شو؟ أنا خلقي فأجيت أعمل تجميل، أنا كذا فأجيت أعمل تجميل، فنحن بنترك خيار لمريضنا، يعني نحن بنتركه أو من أجله، أنا يعني بالنسبة لي بأجله كذا مرة لحتى حاول، طبعاً عم بحكي عن المريض اللي ما هو بحاجة،
يعني لكن احنا بالنهاية التجميل يا حاجة يا رفاهية. إذا كان حاجة فأنا ما فيني أتدخل مع المريض، بالعكس أنا بحفز مريضي أو مريضتي إنها تعمل. تماما. أما إذا كان رفاهي فلا، يعني أنا ما فيني أقول لمريض أو لمريضة ابتسامتها حلوة إنه أنت لازم تعملي تجميل أسنان، هذا بالنهاية هو ظلم للمريضة أو ظلم لأسنان المريضة بصراحة يعني. فبتدخل لأبعد مرحلة، يعني بتدخل للمرحلة حتى ممكن إني أرفض يطفشوا للمريضة. تماما. طيب شو هي أكثر الأخطاء الشائعة بمجال طبيب الأسنان؟ شو أحيانا بعض الدكاترة بيجوز بقصد بدون قصد ممكن أنه تحدث هي الأخطاء؟ هلا أكثر وأشد الأخطاء الشائعة هو العلاقة بين اللثة وأي تعويض بنحطه على الأسنان، سواء كان فينيرز أو أي نوع تعويض تجميلي أو غير تجميلي. وتجميلي بنلاحظ أنه أحيانا تغيرت لون اللثة ممكن تميل يعني للزرق. هي الكلمة اللي أنت حكيتيها هو أول شيء بلاحظه المريض أو بتلاحظه المريضة، أنه ليش لثتي زرقت مثلا؟ او ليش لستي عم تنزف، او صار عندي ريحه فم كريهه، او الخيط ما بيمرق بين اسناني. هلا الخطا الثاني اللي انا بعتبره مو بس من اطباء الاسنان، يعني اللي هو بيحمل مسؤوليته المريض او المريضه بشكل عام، انه انا اجيت عملت اسناني فخلص ما بقى امد ايدي عليهم، لا بقى فرشيهم ولا بقى انظفهم. هي فكره كثير خطا، يعني نحن بالعكس، نحن بعد تجميل الاسنان او بعد معالجه الاسنان بشكل عام نحن بحاجه اهتمام زايد اكثر من المريض او من مريضتنا، لحتى نحن نضل دائما محافظين على لثه سليمه، على اسنان سليمه. يعني نحن مثلا وقت اللي حطينا فينيرز، هالفينيرز هو يعني المرضى بتفكر انه هو حمايه دائم. تمام. لا بغض النظر هو دائم او مو دائم، بس هو ما نوع حمايه بالنهايه. تمام. يعني نحن ما اخذنا مثلا خلص كارت بلانش لاسناننا انه نحن نعمل اللي بدنا اياه، هنا بس صاروا بلانش. تمام. يعني يا دكتور خلينا نفوت بمجال التبييض الكيميائي غير الليزر اللي هلا كثير دارج عن طريق القوالب اللي عم يستخدموها، يعني لاي مدى بيعطي نتيجه وشو رايك فيه؟ هلا ليكي التبييض بشكل عام بدنا نشوف مريضنا شو عاداته الصحيه. التبييض ما نوع علاج دائم، التبييض بيشتغل على مثل انه يبعد هالجزيئات التصبغات الموجوده على اسناننا بحيث ما تعود تنشاف في العين المجردة، ويعطي يعني نحن إذا بدنا نسميه تسمية صحيحة فينا نقول تفتيح مو تبييض، لأنه بالنهاية نحن عم نشتغل على بنية سننا، السن تبعنا نفسه. فهو بيعطي نتيجة طبعا إذا دعمناه بتبييض ليزري وحتى بدون تبييض ليزري، بس الخطر بالتبييض المنزلي بشكل عام لأنه هاي المواد الكيميائية صارت بمتناول المريض وصار عم يستخدمها لحاله، فهذا أكبر خطر. هي كل قديش ممكن انه هي تستخدم؟ هو الموصى فيه انه نحن كل سنتين مره بس. كل سنه مرتين عفوا. كل سنه مرتين. انه تقريبا كل ست شهور يعني. كل ست شهور بالضبط. طيب دكتور احيانا الواحد بيضطر، بعض الدكاتره بيضطروا للتدخل الجراحي ببعض الحالات، يمكن اللي بيكون فعلا يمكن يكون فيها تشوهات بالاسنان الى اخره. بعد هي العلاج الجراحي قديش ممكن فعلا انه هو يلجا للتجميل الحديث هذا الشخص؟ هلا حسب شو نوع العلاج الجراحي، يعني العلاج الجراحي شقين. الشق البسيط اللي نحن كثير هلا عم نستخدمه باغلب حالات تجميل الاسنان وباغلب حالات الفينيرز اللي هو قطع اللثه، يعني عم يجي لعنا مريض حجم اسنانه او مريضه حجم اسنانه صغير ولسته كبيره. تماما. فنحن بنكبر او بنقطع اللثه لحتى نطول الاسنان، لحتى نروح هذا الشكل اللي هو مثلا شكل مربع لنرجع لشكل الاسنان الاصلي. هيك اجراءات جراحيه بسيطه ممكن نحن بعد 20 يوم نرجع نشتغل للمريضه. اذا عم نحكي عن اجراءات جراحيه الكبيره مثل مثلا ترجيع الفك او تقديم الفك او هيك قصص اللي فيها بتصير تحت التخدير العام، فممكن المريض ما نقدر يعني ما يقدر يرجع لعند طبيب التجميل لبعد 6 شهور او حتى لبعد استشاره تقويميه، ممكن تدوم لسنه او سنه ونص. هذا الشيء بيتبع لنوع العمل الجراحي. نعم. يعني يا دكتور في حال مريض اللي مركب فينير او اي شيء ثاني تجميلي صار معه مشكله معينه، يعني مثلا التهاب او اي شيء، بيضطر انه يفك الفينير؟ ايه طبعا. يعني نحن اسبوعيا بنفك حالات بعدد كثير كبير، واغلبها لهذا السبب اللي عم تقولي عليه حضرتك، غير انه الشكل مثلا ما هو مريح للمريضه او اللون ما هو مريح للمريضه، انه المريضه عم تعاني من التهابات لثويه. وهذا الشيء بيلاقي صعوبه لا يعني باعاده تركيبه، ولا هو شيء عادي بينقام وبينحط؟ لا هي مو بينقام وبينحط، هو المشكله انه هذا التعويض مو تماماً معد لحتى ينقام ويرجع ينحط، بس هي الاجهاد بيكون على المريض اكثر من الطبيب. اجهاد يعني وتكلفه كمان. تمام. اجهاد وتكلفه. وغير هيك انه ممكن يكون في اذى للسن، يعني احنا بالنهايه عم نعرض السن لحراره برد الاسنان. طب بهالحاله يعني اذا عنده خلينا نقول هي ضعيفه لسته،
طب بهالحاله انه هو شو فيه يقدر يعمل؟ ممكن نلجا لاخصائي اللثه، نحاول ناخذ كورس علاجي مثلا، نحاول نسيطر على الموضوع بدون ما نفك الفينيرز، يعني نخلي مثلا هالفك هو المرحله الاخيره. وقت بتوجه لعندك شخص انه هو حابب يمكن مو يبيض اسنانه يعمل فينير او لومينير، وبتعمل يمكن تشيك اب على الاسنان لتشوف شو وضعها الصحي قبل ما يقوموا بالتجميل، وشو اهميه انه فعلا يعني يشوف اذا في مشاكل لثويه او بالاسنان او الى اخره. هلا التشيك اب اللي بنعمله قبل ما يكون له اهميته انه نحن نعرف خلفيه المريض. يعني المريض بيهتم او بصراحه خرج يكون مريض تجميل اسنان، خرج يهتم بعدين ولا لا؟ هي نقطه. النقطه الثانيه انه المرحله التجميليه دائما لاي مريض بيجي لعنا هي المرحله الاخيره، يعني نحن بنحاول ناخذ على المرحله العلاجيه بالدرجه الاولى وبعدين بنقول له خلينا نشتغل تجميليا، لانه بالنهايه هذا الشيء لمصلحه المريض مو لمصلحه الطبيب. اي تعويض عم يركب على اسنان سليمه وعلى لثه سليمه هذا تعويض بدوم سنين، اما تعويض بمشاكل ثانيه فلا. قديش تقريبا سنين؟ سنين يعني خليني اقول لك مينيموم 15 ل 20 سنه. يمكن شائع بين الناس اقل سالي 10 سنين بيقولوا. تماما. هلا هو هذا الحكي يعني بيقولوا يمكن اول فتره تماما نحن لا بنقولها للمرضى، لانه هلا يعني نحن عم نحكي على 10 سنين مثلا لمريض، خلينا نقول مينيموم بال 25 او 30 سنه. الله يعطينا عمر. تماما. فهي الفكره انه حيصير في مشاكل ثانيه بالاسنان. تمام. طب خلينا كمان نحكي كمان بمجال التبييض، اذا واجهك مثلا مريض في عمر معين، الاعمار قديش بتلعب دور لتبييض الاسنان؟ وهل في تفاعلات ثانيه اذا كان المريض بعمر صغير؟ هلا اللي بيلعب دور بتبييض الاسنان الاعمار ما كثير بتلعب دور سلبي، بس فعليا يعني انا بشوف في تجميل الاسنان بصراحه العمر بيلعب دور. يعني ما فيني اشتغل لمريض عمره 16 سنه مثلا، هي لسه ما اكتمل نمو الفكين عندها، ما فيني اشتغل لمريض عمره 14 سنه. بيتغير الفك طبعا. تماما. وغير هيك نحن يعني عم ناذي سن فتي او ببدايته. ليش؟ يعني مثلا لانه عندنا ديفو بسيط او لانه امه مثلا مو عاجبه ابتسامته او يعني ممكن هدفه يمكن انه يتعالج بتقويم بشيء بخص هذا العمر باي طريقه ثانيه، بس بعيد عن بعيد عن التجميل او عن الطبيب حتى يمكن المختلف، او هو لازم فعلا بده عمر. يعني عن جد هلا عم نشوف انه صبايا عمرهم 18 19 حتى شباب كلياتهم عاملينها، بيقولوا انه لون اسناني غامق شوي. تماما. هلا هو مو هون المشكله، المشكله انه هن ما عم يقدروا فكرة الحفاظ على يعني قديش نحن لازم نحافظ على اسناننا. تمام. المينا متجددة. هي عضو نبيل. تماما. يعني هي اي عضو بالجسم غير متجدد هو عضو نبيل، فنحن قديش لازم نحافظ عليه. اكيد. مو نركض نحن بعمر 18 او 19 سنه لانه ماما قالت لي او لانه رفقاتي بالمدرسه قالوا لي او بالجامعه، لا. يعني هي برجع بقول لك توعيه الطبيب لمريضه او لمريضته هي عامل كثير مهم، وانه دائما ما يكون يعني كمان حتى المريض لازم يكون عنده وعي. يعني نحن بالنهايه مو مصدري بس طبيب الاسنان، انا عندي سوشيال ميديا، عندي انترنت، فيني فوت اعرف من كذا مصدر. يعني دائما اهالينا والعالم يلي مثلا بنصطفهم بيقولوا اهم شيء الاسنان، فدائما الحفاظ على الاسنان هو كثير شيء ضروري. خلينا كمان نعطي بعض النصائح منك دكتور لكل يلي عم يتابعنا، اللي حابب يستفاد، اللي حابب يجمل اسنانه ما في داعي يجمل اسنانه، شو بدك تقول له؟ هلا اهم نصيحه وابسط نصيحه هي فرشاه الاسنان وخيط الاسنان. يعني انا الخيط بلاقيه حتى اهم من فرشاه الاسنان. فرشاه الاسنان مرتين بالنهار خلينا نقول مينيموم، يعني مشان نحن ما كثير نتقل على المريض انه يفرش اسنانه، اللي هي اهم فرشاه هي الصبح وقبل النوم. خيط الاسنان مينيموم 3 أو 4 مرات اسبوعيا، لانه النخور اللي بين سنيه اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي، هي النخور سببها انه الفرشايه ما بتوصل بين الاسنان، فالخيط بيقوم هو بهالمهمه. هلا بالنسبه للمرضى، يعني في نقطه عن تجميل الاسنان كنت بدي احكيها قبل شوي، انه مو دائما التجميل انه نحن نعمل ابتسامه كامله، في اسمه تحليل للابتسامه. ممكن يكون الدفوع عندك او الغلط عندك بسن واحد، فتغيير هذا السن او تبديله الديفول صغير تماما بيغني عن، يعني هي الفكره انه نحن نوعي مريضنا على الشيء الاحسن باقل ضرر ممكن وباحسن نتيجه ممكنه. يعني احنا بدنا نشكرك دكتور على المعلومات اللي اعطتنا اياها، ونتمنى لكل الاشخاص يكونوا استفادوا منا واكيد يسمعوا بهالنصائح اللي كثير مهمه. شكرا كثير لك دكتور لتواجدك معنا اليوم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وشكرا كثير لك. شكرا. اهلا وسهلا.